سلام عليكم. قاتلة زوجها في شهر العسل، ده كان من المانشيتات اللي هي كانت نازلة من فترة قريبة. قاتلة زوجها في شهر العسل، ما لمسش شعر مني، أول علاقة كانت مع حبيبي في شهر العسل بعد 10 أيام من جوازي. علشان نجيب الخلاصة في الموضوع ده وبعد كده نحكي لكم عليه، النيابة العامة تقرر حبس قاتلة زوجها وعشيقها لمدة 15 يوم واستمرار حبسهم حتى الآن على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. تبين أن المتهمة نفذت الجريمة دي داخل منزل الزوجية بعد 10 أيام من جوازها، سهلت دخول العشيق للبيت بعد 10 أيام. المفاجأة في الاعترافات أنه هو جوزها اللي توفى ما لمسهاش نهائيا، يعني مات قبل ما يلمسها او قبل ما يخش دنيا. التحريات كمان اكدت ان الزوجه دي ما استنتش فتره طويله، هم 10 ايام وبعد كده نفذت الدنيا دي كلها. جابت العشيق، دخل اوضه النوم بتاعت الزوج، مارس الرذيله كامله، حصلت القتل او حصلت عمليه القتل. المهم الموضوع ابتدى من فترة كبيرة قوي لما حنان كانت تعرف شخص كان شغال في مجال البويات في مرسى مطروح. تعرفهم قبل من تقريبا من قبل 4 سنين من معرفة جوزها بالموضوع ده، او ان هي جوزها كان يخش في الموضوع اصلا. رجعت العلاقة دي على طول بعد الجواز تاني، وخصوصا ان هو كانت في علاقة حب ما بينهم هما الاتنين، الراجل بتاع البويات وبين حنان. المهم حنان بعد 10 ايام بعد ما اتجوزت على طول جوزها حاول ان هو ياخد حقه الشرعي. حنان رفضت اكتر من مرة بحجة ان هي تعبانة، وفي الاخر قالت له انا مش عايزاك دلوقتي في الفترة دي، انا تعبانة. المهم جوزها قرف منها وكان بيخرج فترات طويلة بره. في الوقت ده كانت بتكلم الراجل بتاع البويات اللي هو حبيبها، جالها بعد 10 ايام من جوازها بحجة ان جوزها ما كانش موجود، وكل شوية لما بيخرج بيغيب فترات طويلة قوي، مش بالساعة ولا الاتنين، لا ده ممكن يغيب بالتمن والتسع والعشر ساعات، وخصوصا ان مراته اللي لسه متجوزها رافضة اصلا الحياة معاه ورفض ان هو يلمسها. المهم اتفقوا هما الاثنين ان هما هيقتلوا الزوج وبعد كده هيتجوزوا هما الاثنين، ده كان الاتفاق. بعد 10 ايام سهلت للعشيق ان هو يدخل منزل الزوجية، دخل بالفعل مارسوا الرذيلة كاملة، عملوا ليلة الدخلة مع حبيبها. الرذيلة اتعملت 100%، الزوج كان بره. الزوج اتصل بمراته قال لها انا جاي، قالت له هتستخبى في الحته الفلانيه، هديله كوبايه عصير وننيمه وبعد كده نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. بالفعل جوزها جه اتغدى، شرب كوبايه العصير، دخل في غيبوبه بسبب المخدر اللي كانت حطاه في العصير. بعدها على طول الزوج فاق وهم بيمارسوا الرذيلة، خافوا لحسن يفوق بدرجة كبيرة، جابوا فوطة مبلولة لفوها على رقبته لغاية لما مات تماما. حبيبها أو عاشقها قال لها بعد ما هنزل هتصوتي، الناس هتتلم، هتقولي أنا كنت جاية صحي مفهوش نفس. عملت كده فعلا حنان، صوتت، الجيران دخلت، في ايه؟ جوزي بصحيه مفهوش نفس. اهله جم، الطبيب الشرعي جه، كان الموضوع على طول هيفلت من ايديهم والموضوع هيخلص. لكن هنا الطبيب الشرعي بصراحه كان راجل كفء وليه الف شكر وتحيه، خد باله ان في خط احمر على رقبه الزوج، وقف الموضوع، اتصل بالمباحث قال لهم في شبهة جنائية في الموضوع ده. على طول المباحث جت حققت في الموضوع، الزوجة اكدت ان هي ملهاش دعوة بأي حاجة، بالضغط عليها تفريغ الكاميرات
بي 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 انهارت البنت حنان، اعترفت اعتراف كامل ان هي اللي عملت الموضوع ده بمساعدة عشيقها اللي كانت تعرفه من قبلها ب4 سنين. اعترفت بكل حاجة. الراجل ده او حبيبها ده كان عايز يتجوزها، ولكن ظروفه كانت في الوقت ده كانت محدودة، وكان بيمر بضائقة مالية، معرفش يتجوزها. الاهل اصروا ان البنت تتجوز واحد تاني، وفعلا اتجوزته، وكانت جوازة النجمة. المهم حنان اعترفت على كل حاجة. جابوا العشيق او حبيبها، جابوا حنان قدام بعض، والاتنين اعترفوا على بعض بكل حاجة، ان هي سهلت له دخول البيت، وهو اللي جاب المخدر، وكان الموضوع مترستق يعني كان متفقين على الموضوع ان هم يقتلوا الراجل الغلبان ده وقتي. النيابة خلاص قررت حبسهم، وان شاء الله باذن الله في خلال فترة برضو قريبة هنسمع عن تحويل اوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية علشان ياخدوا حكم الاعدام. هو هنا بقى في نصيحة بس معينة، انت ليه اتجوزتي اصلا واحد ما بتحبوش؟ دي رقم واحد. لكل أسرة برضو المفروض إن البنت تاخد الإنسان اللي هو بيحبها أو اللي هي عايزاه أو اللي هي بتحبه، علشان ما تحصلش خيانات زوجية، علشان ما تحصلش عمليات زي اللي احنا شايفينها دي، حالات قتل، علشان ما تحصلش مليون مصيبة أكتر من كده وأكتر بمليون ألف مرة. هي مش تبقى أكتر من مصيبة القتل طبعا، ولكن عشان ما تحصلش مصايب تاني إن عائلات كمان يخشوا في المواضيع دي. المفروض ان الزوج رحمة الله عليه كان سأل على خطيبته دي بدل المرة مليون مرة، لغاية لما يتأكد ان قلبها صافي من جواه بنسبة 1000000%، وان الجوازة دي او الزيجة دي تستحق ان هو يتجوزها او ان هو يستمر فيها. الجواز بس مش ان هو عفوا جنس او ممارسة كذا او كذا، لا لا لا، ده الجواز فيه ارتباط، فيه مسؤولية، في 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 مليون حاجة تاني المفروض يبقى في كفرنج في الحاجة دي كلها، ألا هو الاحتواء أو الاهتمام أو على الأقل خالص الحب والاحترام، علشان بعد كده ما يبقاش في خيانة زوجية، علشان ما يبقاش بعد كده في مليون مصيبة زي اللي احنا شفناها دي. المفروض الأسرة ما تجبرش بنتهم على الجواز بزيجة هي مش مقتنعة بيها نهائيا. تاخد اللي عايزاه وتشيل الهم وتشيل أي مصيبة هي اختارتها، ولكن إحنا بنمنع جرائم ممكن تحصل لقدام أبشع من أي حاجة تاني ممكن نسمع عليها. دي كان الموضوع اللي هي بتاعت الست حنان اللي هي قتلت جوزها في شهر العسل، هي وعاشقها، وإن جوزها ما لمسهاش، واللي لمسها في يوم فرحها او يوم دخلتها ما كانش جوزها، كان حبيبها او عاشقها. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي هي زي الست دي. السلام عليكم.